المقبل وين الفيز علما النصر بقيادة الإيطالي والتر زينجان. حمادي قردبو. النصر السعودي في معسكره في إيطاليا مع المدرب رغم الفوز بالعشرة وبالأحد عشر وديا في معسكر إيطاليا الإعدادي لم يكن مدرب النصر السعودي مرتاحا في بداية مواجهة يوفنتوس الصعبة. النصر لعب معززا بخدمات الوافد الجديد عبد الرحمن القحطاني والمحترفين الأربعة إلا أن الدفاع العالمي تحمل ضغط المباراة. ديل بيرو حاول كثيرا إلا أن التوفيق لم يكن إلى جانبه. الجميع لم يوفق في تحويل المخالفات المباشرة إلى أهداف وموعد هدف المباراة الأول يتأجل مرارا. أصحاب الأرض فرضوا سيطرة مطلقة وديل بيرو دائما مصدر الخطر وأماوري يستعد لوضع حد للعقم الهجومي. ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول وأماوري يحول كرة ديل بيرو إلى الهدف الأول. لمصلحة فريق اليوفي كرة عرضية أماوري. صمود النصراويين في الشوط الأول لم يدم طويلا فمباشرة وإثر عودة اللعب أهدى الحكم ركلة جزاء لليوفي لكن عبد الله العنيزي كان في الموعد. تفاءل النصراويون خيرا لكن تريزيجي أهدى للنصراويين أغلى هدية. تريزيجي سجل ثلاثة أهداف كاملة أما الهدية فهي لفت أنظار المدرب زينجا إلى أخطاء دفاعية قاتلة قبل المواجهات الرسمية الأهم والتي قد تحسمها هزيمة واحدة. والتر زينجا أمام رهان صعب والنصراويون يأملون في موسم أفضل من الذي فات ويأملون في عودة قوية إلى المنافسة على الألقاب المحلية والقارية. صحيح أن خماسية اليوفي قاسية ولكنها لا تتعدى أن تكون عثرة في مسار إعدادي هدفه تلافي الأخطاء وبلوغ أفضل درجات الاستعداد. ستناقش إدارة النصر مدربها ولاعبيها على أدائهم ولكنها ستحرص حتما على ألا تعكر الهزيمة أجواء المعسكر الإيطالي الذي سيتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل وسيتضمن عديد المباريات الودية أهمها ملاقاة لاتسيو بعد أسبوع. حمادي قردبو صدى الملاعب.